تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو وبالتنسيق الدائم مع السيد وكيل الجمهورية من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 4 أفراد مختصين في ترويج المخدرات عبر إقليم ولاية تيزي وزو، حيث أسفرت العملية عن حجز 3.790 كيلوغرام من الكيف المعالج، مركبة سياحية، أسلحة بيضاء وهواتف نقالة كانت تستعمل في التواصل بين أفراد هذه الشبكة. تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن قضية حياز وتخزين المخدرات من أجل البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.